وفعلا طريقة لبس الكمام مثل لها طريقة خاصة، ولبس القفازات كذلك، كيفية التخلص منهم لهم طريقة خاصة. احنا دائما كنا نحرص على ان هذا الفيروس يعني لا يشابه الفيروسات الاخرى، وبالتحديد لا يشابه فيروسات الكورونا او سلاسة الفيروسات الكورونا الاخرى، اللي هي وجودها في بشكل اكثر كثافة على الاسطح لمدة فترة زمنية طويلة، وهذا هو سبب بقاء هذا الفيروس لفترة طويلة اذا نقارنها بالفيروسات الاخرى. وهذا يأتيني إلى كيفية التعامل مع الكمامات والقفازات. القفاز يجب أن إذا نشيله من اليد يكون من الداخل وليس من الخارج، ويجب أن يرمى في الأماكن المخصصة له، وطبعا الأرض ليست هي الأماكن المخصصة. وهذا طبعا يعني نحتاج إلى وعي وتثقيف، ويعني من جميع الأطراف في الجهات الحكومية. كذلك الكمام مكانه عندما نتخلص منه ما يكون مرمي على الأرض أو حتى على أي مكان يكون عرضة لأي شخص ممكن أن يستخدمه، فتكون لازم يكون في الكمام. وأهم شيء هي غسل اليدين قبل وبعد استخدام هذه الأدوات الوقائية. أما بالنسبة للإجراءات، طبعا احنا بنرفع هذه المشكلة إلى الفريق الوطني الطبي، وسوف إن شاء الله نأخذ الإجراءات اللي تناسب الموقف.